بعض ان شاء الله الامور زانت. هذا سؤال وهل تستلكن طبعا هذا سؤال جاني من حمد والثاني اعطيني سؤال حمد لا والله والثاني هل تستطيع ان تتحدث بنفس الطريقه اللي قالت باسن انه انا قلت امس كذا وصار اليوم كذا؟ الناقد يتحدث وفق المعطيات التي امامه ولا يتعنت لرايه. المعطيات اللي امامي في الفتره السابقه كلها كانت تعطيني احساس كبير بالاحباط نظرا لتعدد المدارس التدريبيه، واحد، اثنين، الاسماء الكبيره اللي انضمت للمنتخب السعودي، ثلاثة، تغير الاجهزه الاداريه، فما كانت بالنسبه لي وانا قلت امس الصوره ضبابيه. اليوم حتى اول 30 دقيقه حاله الاحباط موجوده، المنتخب السعودي ما كان موجود اول نصف ساعه. بعد الهدف الاوكراني في تحرك للمنتخب السعودي، وخلينا نقول يعني قد يكون الوصول الاول الحقيقي لمرمى المنتخب الاوكراني كان في الدقيقه 36 اللي هو هدف الكابتن فهد المولد. حدثني عن الشوط الثاني. الشوط الثاني السعوديه تسيدت المباراه او تسيدت هذا الشوط، اللاعبين، وهذه النقطه اللي انا تحدثت عنها امس، اذا كان عندهم الدافعيه والرغبه والحماس والروح لتقديم شيء لانفسهم ولوطنهم سيقدمون اعلى ما يمكنهم. شفنا كيف اللاعبين كانوا في المستوى مميز الشوط الثاني. اللي محتاجينه احنا الان ايش؟ الاستقرار التشكيله. انا وجهه نظري ان التشكيله اليوم بدا فيها بيتزي تشكيله مميزه. اختلف مع ابو محمد، الاسماء اللي زج فيها في الشوط الثاني بخلاف التغيير الاخير اللي في الدقيقه 90، يعني اختلف معه. الاسماء كانت اضافات سواء حسين المقهوي او حتى عبد الفتاح عسيري، نظرا لانخفاض مستوى اللاعبين طبعا في ظل ظروف مباراه قويه واجواء ماطره. فبالتالي اليوم المنتخب السعودي في الشوط الثاني قدم مستوى مميز. ممتاز. الكلام اللي قلته يا محمد لك، حاله الاحباط التي انا انتشل منها عندي اوكرانيا وبلجيكا. انا ما انسى كلامي اللي قلته امس وتتوقع اني بنساه يا محمد. فبالتالي اليوم اعطاني المنتخب السعودي مؤشر ايجابي. ممتاز. وباذن الله مباراه بلجيكا الاستقرار. وبس في جزئيه اللي حمد يقول ان يجب ما يغير المدرب كثير، اليوم يا حمد المدرب لما استمر طوال 90 دقيقه على ياسر المسيليم دليل انه يبحث عن استقرار في هذا المركز. فبالتالي انا امل انه فعلا زي ما ذكر حمد المباراه القادمه لو اتى بحارس جديد، معناه انه ما زال لم يختار الحارس الاساسي للمنتخب السعودي، وهذه مشكله كبيره. ممتاز. ابو فهد بس نذكر انه مصر تقدمت 1-0 دقيقة 94